بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. فرض الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وأوجب على من تحضره الوفاة إن ترك مالا أن يجعل من بعض هذا المال وصية خاصة للوالدين والأقربين قدر المستطاع، فهو حق على المتقين في أموالهم، فمن غير هذا الحق أو بدله بعدما سمعه وعلمه فهو آثم عند الله تعالى، والله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية. ثم نسخ هذا الحكم بآية المواريث، ثم يقول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يحذر الله عز وجل من بدل هذه الوصية التي أوصى بها المتوفى عند احتضاره بعد سماعه لهذه الوصية، فقد نال إثما عظيما عند الله تعالى، كما أن الله عز وجل يؤكد أنه سميع لأقوالهم وعليم بنياتهم وأحوالهم، فسيجازيهم الله تبارك وتعالى على ذلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، أي ميلا عن الحق بطريق الخطأ أو إثما متعمدا الزيادة في الوصية عن الثلث، أو قصر عن الحق المأمور به، أو أنه أوصى بشيء للوارث فأصلح بينهم، أي أصلح الولي بين الوصي والموصى له بأن رد الوصية إلى الحق والعدل كما في كتاب الله تعالى، وهذا ليس من التبديل في شيء، وإن الله عز وجل غفور رحيم بعباده.